في سنة 1936، وعلى طراز مستشفى مارتن لوثر بألمانيا، تم افتتاح مستشفى المواساة على إيد الملك فاروق، ومن وقتها والمستشفى قبلة لاستقبال الملوك والأمراء لتلقي العلاج. وبعد أن تم إسناد إدارة المستشفى لجامعة الإسكندرية، تم وضع خطة من كلية الطب للنهوض بها وتحديثها، وجعلها مركز طبي متخصص لزراعة الأعضاء. في عام 2009 انتقلت ملكية مستشفى المواساة من المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة لكلية الطب جامعة الإسكندرية، وده كان في وجود الأستاذ دكتور محمود الزلباني عميد الكلية في الوقت ده. ومنذ تولي الدكتور محمود الزلباني بدأ تطوير مستشفى المواساة الجامعي، وتعاقب على كلية الطب أكتر من عميد، وكلهم كانوا ماشيين في نفس الاتجاه لتطوير مستشفى المواساة. دكتور محمود الزلباني قدر يجيب تبرعات أكتر من 80 مليون جنيه عشان البنية التحتية للمستشفى ترجع أحسن من الأول، وده فعلا اللي حصل. وتعاقب على الكلية أكتر من عميد بعد كده، الأستاذ دكتور أشرف سعد جلال، الأستاذ دكتور إبراهيم مخلص، الأستاذ دكتور أحمد عثمان، وكلهم كانوا داعمين لمستشفى المواساة. المجتمع المدني ما نساش مستشفى المواساة، ومؤسسة آل سليمان كانت داعمة للمستشفى منذ إنشائها في 2009 إلى الآن بأكتر من 120 مليون جنيه. مستشفى المواساة هي أحد أهم وأقدم وأعرق المراكز الطبية الموجودة في اسكندرية، يرجع ده لتفردها كمركز متخصص في زراعة الأعضاء زي زراعة الكبد والكلى والنخاع، ده إلى جانب خدمات تكميلية بنقدمها في المستشفى عندنا زي خدمة الأشعة، المعمل، الغسيل الكلوي. عندنا عناية مركزة مجهزة على أعلى مستوى عشان نقدر نقدم خدمة متميزة للمرضى نقدر بيها ننافس المستشفيات الأخرى. عندنا صرح طبي بيضم أول برنامج لخدمة زراعة الكبد لمرضى الفشل الكبدي التليفي ومرضى أورام الكبد في اسكندرية، وكمان تخصيص وحدات عناية خاصة لمرضى الزرع. كل ده بيتم تحت إشراف فريق من أفضل الكوادر الطبية اللي بيتكون من أساتذة الجامعة والاستشاريين عشان نضمن تحقيق أعلى نسبة نجاح لعمليات الزرع. من جانب المستشفى بيتم توفير الدعم المالي للمرضى اللي تحت مظلة البرنامج الرئاسي لزرع الأعضاء. عمليات مستشفى المواساة تم تصميمها وتركيبها من خلال أكبر الشركات العالمية الألمانية المتخصصة في هذا المجال. العمليات بكامل تم تصميمها بنظام الكبسولات الهوائية المغلقة التي تحقق أعلى معدل لنقاء الهواء أثناء العمليات الجراحية، وكذلك يتم التحكم فيها بالكامل عن طريق شاشات العرض الإلكترونية وكذلك أجهزة الكمبيوتر. ولكي نتمكن من إجراء تلك العمليات بأمان وفعالية ونسب نجاح عالمية، فقد تم توفير في مستشفى المواساة عدد من الأجهزة اللي بتساعدنا إن احنا نعمل العمليات دي بكل أمان للمريض، على رأسها جهاز حديث لقطع أورام واستئصال أورام الكبد، جهاز متطور للأشعة لتحديد أعداد الأورام وأحجامها أثناء العملية الجراحية، أجهزة متطورة لقياس معدل تجلط الدم للمريض، وكذلك تجميع الدم للمريض وإعادة تدويره وإعطائه إليه مرة أخرى، وذلك لكي نتجنب إعطاء أي دم للمريض أثناء العملية الجراحية. تمتلك مستشفى المواساة واحدة من أحدث وحدات العمود الفقري في مصر. تقوم وحدة العمود الفقري بعلاج إصابات وأمراض العمود الفقري من سن الطفولة إلى الشيخوخة، وأحد هذه الأمراض هو تشوهات العمود الفقري المعروف بصعوبة علاجه. الحمد لله وصلنا في الأونة الأخيرة إلى نسب نجاح عالية جدا لا تقل عن أحدث المراكز العالمية، ده بفضل أجهزة متقدمة حديثة موجودة بالعمليات زي أجهزة التخدير وأجهزة التصوير الإشعاعي، وعندنا جهاز لمراقبة النخاع الشوكي والأعصاب أثناء العملية. قسم الأشعة في مستشفى المواساة الجامعي بيتكون من وحدة الأشعة التداخلية والأشعة التشخيصية. في وحدة الأشعة التداخلية في عندنا جهاز الأسطرة اللي بنشتغل بيه، وده من أحدث أجهزة الأسطرة الموجودة في مصر، وشغال من سنة 2014 في الوحدة، بيقدم خدمات في مختلف تخصصات الأشعة التداخلية، منها علاج الأورام السرطانية في الكبد، علاج الأورام الحميدة في الرحم والبروستاتا، توسيع الشرايين والأوردة، تركيب الدعامات في القنوات المرارية لمرضى انسداد القنوات المرارية، تركيب أساطر الغسيل المستديمة والمؤقتة لمرضى الغسيل الكلوي، وأمراض تانية كتيرة بنقدر نعالجها عن طريق الجهاز ده. في قسم الأشعة في مستشفى المواساة في جهاز أشعة مقطعية حديث متعدد المقاطع، بالإضافة لأجهزة السونار والدوبلر وأجهزة الأشعة الصينية الرقمية. القسم ده بيخدم آلاف المواطنين من داخل وخارج الإسكندرية، وبيرشف على القسم نخبة من الأساتذة والاستشاريين والأخصائيين من وحدة الأشعة التشخيصية والتداخلية كلية الطب جامعة الإسكندرية.
تم إنشاء وحدة زراعة الأعضاء بمستشفى المواساة الجامعية عام 2014 ضمن منظومة متكاملة لزراعة الأعضاء وتشمل الكلى والكبد وزرع النخاع. الوحدة مستمرة في عملها منذ ذلك الحين حتى الآن بنسب نجاح تتعدى 98%، وتم إجراء أكثر من 200 عملية منذ 2015 وحتى الآن. وحدة زرع الكلى بمستشفى المواساة تتكون من عيادة خارجية، والعيادة الخارجية بتستقبل المريض والمتبرع لإجراء عمليات زرع الكلى والتحضير وإعداد الملف الخاص لتقديمه إلى اللجنة العليا لزراعة الأعضاء. تقوم الوحدة بتحضير المرضى الذين يعانون من نسبة من الأجسام المضادة في الجسم والتي تكون مسؤولة عن الرفض للكلى المنزرعة. نقوم بتحضيرهم بجلسات فصل البلازما والأدوية المثبطة للمناعة قبل إجراء العملية لضمان أعلى نسبة نجاح ما بعد إجراء العملية. وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى المواساة الجامعي تعتبر من أكبر وأحدث الوحدات على مستوى محافظة الأسكندرية والمحافظات المجاورة، وجرى العمل على تطويرها منذ عام 2014 حتى الآن. تضم الوحدة الآن عدد 104 ماكينة غسيل دموي من أحدث الماركات العالمية، وتقدم هذه الماكينات خدمة منتظمة لعدد 250 مريض، بالإضافة لأن يوجد عندنا ثلاث ماكينات بحجرة العناية المركزة، من ضمنهم مكنة تقوم بما يسمى بالترشيح الكلوي المستمر، وده نوع من الغسيل بنستخدمه في مرضى الحالات الحرجة الذين لا تسمح حالتهم بنقلهم لوحدات الغسيل الدموي. وكذلك يوجد عندنا خدمة فصل البلازما باستخدام الفلاتر على ماكينات الغسيل وباستخدام جهاز التدوير المركزي، ونقوم بخدمة تركيب القساطر للغسيل الدموي سواء هذه قساطر عنقية أو قساطر فخذية. نقدم هذه الخدمات للمرضى يا إما بأسعار بالأجر، بأسعار تنافس المستشفيات الخاصة وأقل كتير منها، أو عن طريق العلاج على نفقة الدولة أو مرضى التأمين الصحي. معمل مستشفى المواساة الجامعي جزء من معامل مستشفيات جامعة اسكندرية. المعمل هنا تحت إدارة مجموعة من الاستشاريين في التحليل الطبية وتحت إشراف نخبة كبيرة من أساتذة كلينيكال باثولوجي كلية الطب جامعة اسكندرية. المعمل عندنا هنا بيضم كتير جدا من الأجهزة المتطورة للحصول على أدق النتائج في أقل وقت ممكن. المعمل بيخدم مجموعة كبيرة جدا من الأقسام في مستشفى المواساة، منها أقسام زراعة الأعضاء زي زراعة الكبد والكلى وزرع النخاع، بالإضافة إلى كمان العناية المركزة. يعني وحدة زرع النخاع في مستشفى المواساة الجامعي من وحدات الزرع المميزة على مستوى الجمهورية. احنا بتتكون الوحدة من 4 كبسولات زرع نخاع معقمة تعقيم عالي بهيبا فلترز وبوزيتيف بريشر، وعندنا اوضتين للكيموثيرابي. طاقم التمريض عندنا مدرب على اعلى مستوى وله خبرة طويلة في التعامل مع حالات زرع النخاع. طبعا احنا بنزرع زرع ذاتي وزرع من متبرع. الوحدة طبعا مجهزة على اعلى تجهيز، هي اقيمت كلها من اموال تبرعات اهل الخير علشان المريض ما يدفعش اي حاجة زيادة، لانه اغلبهم بيبقوا على نفقة الدولة والتأمين الصحي. هي نسبة النجاح عندنا بالنسبة لزرع النخاع بتفوق 90%، وده بيشجع طبعا المرضى لما بيسمعوا النسب دي ان هم يزرعوا عندنا في الوحدة. طبعا نجاح اللي حققته الوحدة الحالية في انها خدمت العديد من الحالات مرضى زرع النخاع مستشفى المواساة الجامعي شجعت كثير، وشجعتنا احنا وشجعت الادارة وشجعت كله انهم يتوسعوا. التوسع ده جه في صورة ان تم الحمد لله خبر، يمكن نقوله خبر رائع لاسكندرية ومصر كلها، ان في وحدة قادمة عبارة عن 7 كبسولات تم انشاؤها بالتبرعات كاملة، وستدار إن شاء الله بالتبرعات. ده بسبب إن عندنا قائمة انتظار ممكن لغاية 6 أشهر. قائمة انتظار 6 أشهر دي في الواحد دي لمرضى سرطان الدم أو خلافه أو الأمراض الدم، إحنا كده حليناها بحل جذري الحمد لله. إن ده بارخت أمل وإن شاء الله إلى مزيد ومزيد من التقدم. تمتلك مستشفى المواساة الجامعي صيدلية إكلينيكية بمفهومها الواسع، بمعنى أن دور الصيدلي لا يتوقف على صرف الأدوية فقط، لكن يمتد ليكون ليه دور أساسي وفعال ضمن فريق الرعاية الطبية، من حيث متابعة الجرعات الدوائية والتأكد من عدم وجود أي تدخلات دوائية والأثار الجانبية للدواء. كمان بيكون ليه دور مع المريض في توجيهه للاستخدام الأمثل للدواء،
ده غير تحضير العلاج الكيماوي والبيولوجي اللي بيبقى مخصص لمرضى السرطان ومرضى زرع النخاع والأمراض المناعية باستخدام أحدث الأجهزة. هنا في وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى المواساة بنقدم لحضراتكم الخدمة الطبية المميزة في هذا المجال باستخدام أحدث المناظير المتطورة بأحدث التقنيات والأساليب العلمية الحديثة التي بتمكننا كمان من الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية والتعامل معها مبكرا باستخدام المنظار بدون اللجوء للجراحة. بنستقبل برضو حالات القيء الدموي والنزيف الجهاز الهضمي، علاج أمراض الصفرة والقنوات المرارية، وتوسيع الانسداد المعوي عن طريق ترقيب الدعامات والتوسيع بالبالون. هنا عندنا في وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى المواساة بنقدم كل الخدمات الطبية اللي بتلزم حضرتك من ناحية المنظار تحت إشراف أكبر أساتذة المناظير في محافظة الإسكندرية. ب 22 سرير وأحدث الأجهزة الألمانية وأجهزة التنفس الصناعي ومكنات الغسيل الكلوي الخاصة بمرضى العناية، افتتحنا واحدة من أفضل وحدات العناية المركزة في الأسكندرية في مستشفى المواساة الجامعي، اللي بتستقبل الحالات سواء النقدي أو التعاقدات بأسعار تنافسية مقارنة بباقي المستشفيات، بالإضافة لحالات التأمين الصحي بمساعدة فريق تمريض من الحاصلين على درجات الماجستير والمعيدين بكلية التمريض لضمان تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى والقدرة على استقبال أكثر من 1200 حالة في السنة. يقدم قسم البطنة في مستشفى المواساة الجامعي خدمة الرعاية الطبية والتمريضية للمرضى على أعلى مستوى. يتوفر طاقم طبي وتمريضي على مدار 24 ساعة لخدمة ومتابعة المرضى، وبينظرهم مجموعة من استشاريين وأساتذة الجامعة. وعندنا في المواساة الجامعي عيادات تخصصية في مختلف الأمراض الباطنية زي عيادة السكر، عيادة الأمراض الروماتيزمية والمناعية، عيادة طب المسنين، وعيادة أمراض ومناظير الجهاز الهضمي. وقريب هيكون عندنا عيادة لأول مرة في الإسكندرية، عيادة مرضى حساسية القمح، وكذلك أيضا عيادة أمراض وحركية وصعوبة البلع لمشاكل الجهاز الهضمي. وللمواساة الجامعية كمان دور في التوعية المجتمعية والتثقيف الصحي، وده عن طريق تنظيم ندوات طبية تثقيفية بيتم الكشف فيها بالمجان على المرضى وإعطائهم محاضرات تثقيفية للمشاكل المرضية المزمنة وكيفية التعامل معها والوقاية منها. مستشفى المواساة الجامعي صرح طبي متكامل مجهز بأحدث التكنولوجيا العالمية، قادر أن يصنع فرق في رحلة شفاء المرضى. مستشفى المواساة الجامعي مفهوم جديد للرعاية.